يجب أن أعثر على المعبد الذي يبحث عنه دوينجز. اللعنة، كان يجب أن أتوقع هذا. جونا، لقد فعلتها. أنا داخل معبد تحت الأرض. جيد. واو، هذا ليس جيدا. لارا، ترينيتي ينسفون طريقهم إلى الداخل. أستطيع تخمين هذا، إنهم يسببون اهتزازات. يوجد هرم هنا، سأصعد إلى القمة. بعض المنصات يمكن أن تساعدني على الوصول لأعلى. أبحث عن شيء لإثقال الوزن لإنزالها. الاتصال ينقطع. لدي بعض التحركات هنا، سوف أقترب. Thank you.
توجد جدارية هنا، إنها تبين صندوقا، يقول النقش صندوق إشال الفضي. لابد أنه موجود في المدينة الخفية. هذه أسطورة المايا، تقول إن الصندوق سيستدعي الإله كوكولكان. إله الخلق، أهذا ما تسعى تلحيث خلفه؟ مهلا، هناك المزيد. يبدو كأنه سلسلة من الكوارث، إعصار تسونامي، عاصفة، زلزال، انفجار بركاني، دمار كثير بالنسبة لإله الخلق. حسناً، حسب معتقدات المايا كوكولكان هو إله الخلق والدمار. إن هذه تشبه كوكبة الشجاع، لكن النجوم ليست في أماكنها. اذهب إلى أرض مرتفعة. لا، لقد أخذته، أليس كذلك؟ أسرع. نعم، في الطريق. من هو؟
هل يبدأ الحصار إذا؟ أجل، لهذا السبب جاءت التعزيزات. أجل، لقد سمعتك. حسناً، دومينغز قادم الليلة. لقد فهمت. ما أخبرك به هو أن الأمطار سوف تأمر هذا. الذي تظنني أفعله بحق السماء؟ إنني أفحص مضخة المياه الآن. حسناً، لنتأكد من أن كل شيء بحالة ممتازة هنا. كيف هي تلك المضخة؟ أجبني، هل انتهيت من أمر تلك المضخة؟ أعني بتجهيز هذه المصاريف. تم بدء عملية التعمير. لا تسمح لأي من العمال المحليين بمغادرة الموقع أحياء. تبا، لقد خططنا من أجل هذا. تأكدوا من تأمين المنطقة. المفتشون قادمون، استعدوا. تبا، لا داعي للقلق. سوف تم رصد الهدف. تم إلغاء امتيازات. هنا قائد فريق جاما. انتهت عملية التعديل. لا شكوك، والموقع تم تأمينه. يجب أن أكون سريعاً. حسناً، فلنتخلص من الجثث. أنت راقب موجة الشرطة، أعلمنا عندما يتم التبليغ عن طرقاتنا. بارك والتعزيزات في طريقهم. أريد أن يكون كل شيء جاهزاً عند وصولك. نحتاج إلى تأكيد التقارير من إطلاق النار. تسمعني؟ أنت ميتة لا محالة. رأيت الهدف. كم أكره الملوحة. لا يتقدم عليك الخروج في وقت ما. أرجو أن لا يكون هناك المزيد. Thank you.
توقفوا، لا تؤذوها. لارا كرافت. لم أتمنى أن نتقابل بهذه الطريقة. تعلمين كنت مهتما بمتابعة عملك. ترينيتي هكذا دوما. إنه في مكان آمن. ليس بحوزتك. لم يخطر ببالي قط أنك قد تأخذينه هكذا. بهذا المفتاح والصندوق الفضي يمكننا إعادة تشكيل العالم بلا ضعف أو وحشية، وبالتأكيد خالي من كل هذا. ولكن من دون الصندوق إنها نهاية العالم وموت الشمس. أنت تكذب لارا. شعرت بالأمر عندما أخذت المفتاح. الهزاز أمر شائع. هناك موجة تسونامي قادمة وستكون أول كارثة من بين الكثير، كلها بسببك. كنت ستقوم بالشيء ذاته. ربا أجل، بأخذك المفتاح بدأت نهاية العالم. أتعرفين كم المآسي التي ستسببينها؟ علي أن يقف كل هذا قبل أن يقضى عليه.